75 مليون عربي مستخدم الإنترنت، نسبة المحتوى العربي بس 1% من نسبة المحتوى المنشور على مستوى العالم. لغة الضاد في خطر. يمكن ما فيش مكان الناس تتجمع فيه، يمكن ما فيش إرشادات لكتابة المحتوى، يمكن ما فيش حافز، يمكن. ثقف نفسك. حلم بدأ في 2009، هدفنا ببساطة نشر الثقافة والمعرفة بكل فروع، الالتقاء بالمحتوى العربي على الإنترنت إلى أبعد الحدود. حلمنا ثقف نفسك تبقى منبع الفكر والثقافة للأمة العربية. حلمنا ثقف نفسك تبقى بذرة تنقل ثقافات الأمة العربية للعالم. حلمنا ثقف نفسك تنتقل من الإنترنت لأرض الوطن وتنشر الثقافة من شبابنا والأجيال كلها. تتخيلوا أننا نقدر ننتج مليون مقالة سنويا؟ أيوة، ده هدفنا وحلمنا اللي هيبقى حقيقة في 2016. بدأنا حلمنا بأربع مقالات كل يوم من أربع أشخاص. في 2012 أنتجنا 1032 مقالة وبيتابعنا 6 مليون مستخدم للإنترنت. خليك جزء من حلمنا ودعمنا.